هنا تذهب كل التحليلات في هذا البرنامج وفي غيره من منتديات الحوار بأن الديمقراطيين لن يصلوا إلى نتيجة، لأن الرجل لم تبقى له أيام كثيرة في البيت الأبيض، وكل ما يريده الديمقراطيون هو محاولة تكسير صورة هذا الرئيس، اختزال كل فترة الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين في هذه الأيام التسعة. ما مدى الضرر الذي يمكن بالفعل أن يلحقوه بالرئيس ترامب وأنصاره الذين يبدون مصرين على أنه هو الرئيس الشرعي وأن الانتخابات مزورة؟ في واقع الأمر أو في تقديري دعنا نقول الرئيس ترامب صنع حالة مختلفة تماما في تاريخ السياسة الأمريكية في العقدين الماضيين في تقديري. يعني في 4 سنوات اتخذ كثيرا من القرارات ذات الصلة بالمجتمع الأمريكي وفكرة التعددية وفكرة الحزبية وفكرة التعامل مع قضايا كانت في تقدير الأمريكيين مثلا منتهية، قضية مثلا البروتوكولات الرئاسية وقضية تصريحات الرئيس وقضية التعامل مع الكونغرس، و يعني صنعت في فترة ترامب كثير من التحولات، يعني علاقاته بكوريا الشمالية، علاقاته بروسيا، علاقاته بمنطقة الشرق الأوسط، يعني اختراقات في ونقاط تحول كثيرة حدثت في فترة ترامب. فأعتقد أن هذا أيضا يرتبط بسياسته الداخلية وعلاقته بأنصاره. يعني ترامب ليس وحيدا الآن، يعني ما يسمى أو ما يطلق عليه الحقبة الترامبية هذا أمر أعتقد أنه صحيح، يعني حقبة 4 سنوات، يعني يطلق عادة على فكرة الحقبة أكثر من 10 أو 20 عاما يعني، ولكن 4 سنوات ترك بصمة كبيرة وعميقة ومتجذرة في تاريخ السياسة الأمريكية. وفكرة أنه يسعى إلى الترشح عام 24 هو مساعي طبعا ديمقراطية لمنعه من الترشح لمنصب فيدرالي أو رئاسي مرة أخرى، ولكن أعتقد أن الأمور ستسير في اتجاه أن ترامب قد يعود مجددا إلى الولايات المتحدة، وربما يعود ثانية إلى البيت الأبيض كما حدث مع بعض في حالات أخرى شبيهة في التاريخ الأمريكي. جو بايدن مثال، يعني بعد أن كان نائبا أصبح الآن رئيسا، فربما هذا دعا وحفز ترامب إلى الحديث عن ترشحه مرة أخرى. فالديمقراطيون يعني يمون جيدا أن فرص نجاح مساعيهم قد تكون ضئيلة، ولكن فرص يعني إثارة هذا اللغط الإعلامي وإثارة هذا الضغوط هذه الضغوط على ترامب وعلى أنصار ترامب ربما تأتي بنتيجة إيجابية في صالح مسعاهم لتحجيم أنصار ترامب أو تحجيم الفكر الترامبي اللي أنا مسميها في الفترة الحالية.